قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله عز وجل قل، الخطاب هنا موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل أداة استفهام، لكن أهي حرف أم اسم؟ حرف. فأدوات الاستفهام كلها أسماء إلا الهمزة وهل، وذلك لأن أسماء الاستفهام تفيد العموم، فتفيدنا هذه القاعدة بأن الهمزة وهل ليست من الأسماء. وهل هنا استفهام، والاستفهام هو طلب العلم عن الشيء لدى السائل بإحدى أدوات الاستفهام، ولكن قد يخرج هذا الاستفهام عن مدلوله اللغوي إلى أغراض أخرى، كما هنا فإنه خرج من أصله إلى غرض، وهو غرض الإنكار وفي نفس الوقت التشويق. قل هل أنبئكم، أنبئكم يعني أخبركم. هنا أنبئكم فعل مضارع، دخلت عليه هل، هنا هل تحوله إلى المستقبل، وذلك لأن هذه الآية لها متعلق بما قبلها في سبب النزول. ما الذي قبلها؟ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. فإن طائفة من اليهود سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له بمن تؤمن؟ فقال أؤمن بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. فلما ذكر عيسى قالوا ما رأينا قوما أشر من دينكم ولا أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فقال عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: قل لهؤلاء، بدل أن تحاورهم فيما ذكروا، قل هل أنبئكم، قل هل أنبئكم. لماذا انتقل الحوار من أسلوب إلى آخر؟ لما؟ من أجل أن ما يذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية مخاطبا لليهود لا يمكن أن ينكره، لأنه حاصل وواقع. ألم يعذبهم الله عز وجل بما ذكر هنا؟ بلى. قل هل أنبئكم بشر من ذلك. من ذلك المشار إليه ما هو؟ ما ذكروه من أنهم ما رأوا قوما أقل حظا في الدنيا والآخرة من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. قل هل أنبئكم بشر من ذلك، بشر من ذلك، بشر. هنا أفعل تفضيل أصله أشر، فحذفت الهمزة تخفيفا فأصبحت شر، فشر أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل له ثلاثة أنواع مهمة جدا، لأننا إذا لم نفهم هذه الأقسام فإن أفعل التفضيل في أصله أن الصفة يشترك فيها المفضل والمفضل عليه. تقول زيد خير من عمر، فتجد أن في عمر خيرا، لكن في زيد ما هو أكثر منه خيرية. هنا مشكل لدينا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لو أخذنا باعتبار أصل أفعل التفضيل، لو أخذنا به لكان في منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وحاشا أن يكون فيه نسبة من الشر، لكنها أقل من شر اليهود. أو ما هو المخرج؟ مر معنا أن أفعل التفضيل له ثلاثة أنواع ذكرت عند قول الله عز وجل: من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فتكون هذه الآية ضمن القسم الثاني، وهو خلو المفضل عليه من الصفة مع بقاء الصفة في المفضل. فهنا الشر حاصل لمن؟ لليهود، منصب عليهم فقط، وليس في النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومنهجه أي شر. مثوبة عند الله، أي أشر ثواب عند الله في علمه وجزائه. ونستفيد من هنا فائدة، وهي أن الثواب كما يطلق على الخير يطلق في الشر. قال تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. أين جواب الاستفهام؟ من لعنه الله. ومن هنا اسم موصول، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو من لعنه الله. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، هو من لعنه الله، فهو مبتدأ محذوف. من لعنه الله، ومن اسم موصول يفيد العموم. لو قال قائل: أين الدليل على أنه يفيد العموم؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، فالذي مفرد، ثم قال ذهب
بنورهم على صورة الجمع. والدليل عندنا هنا قال: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. من لعنه الله، اللعن مر معنا تعريفه هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. من لعنه الله، لعنه ولم يقل من لعنهم، من لعنه بصيغة الإفراد، وهذا باعتبار النظر إلى لفظ من، فإن اللفظة مفردة فأفرد هنا. وغضب عليه ولم يقل وغضب عليهم، كذلك باعتبار لفظ من. وجعل منهم جمع هنا باعتبار معنى من. انظروا فيه تغير، إفراد لعنه غضب عليه ثم جمع منهم، فالإفراد باعتبار النظر إلى لفظة من، ومنهم باعتبار النظر إلى معنى من. وغضب عليه، الغضب هنا ما تعريفه باعتبار المخلوق وباعتبار الخالق. باعتبار المخلوق هو فوران أو ثوران دم القلب لإرادة الانتقام، أما باعتبار الخالق عز وجل فهي صفة تليق بجلاله وعظمته لا تكيف ولا تمثل. ولكن لتعلموا أن لصفات الله عز وجل كيفية لكنها مجهولة بالنسبة لدينا، فلها كيفية. ولذا وقف بعض المفسرين أو كثير من المفسرين عند قوله تعالى في المتشابه: وما يعلم تأويله إلا الله، يعني حقيقة أسمائه وصفاته عز وجل. والغضب خالف فيه من خالف، بعضهم قال إنه الانتقام أو إرادة الانتقام ويرد عليهم في الآية: فلما آسفونا انتقمنا منهم. ومن قال بأنه إرادة الانتقام فنقول إنكم فسرتم الغضب في أثر من آثاره. وغضب عليه، الغضب يتفاوت، أين الدليل؟ فد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. وقوله عز وجل: وجعل منهم القردة، ولم يقل وجعلهم قردة، فتكون من هنا للتبعيض. والمسح على صورة الخنزير يفيدنا بأن الخنزير محرم، وتحريم الخنزير ثابت بالكتاب وبالسنة. قال عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وذكر اللحم من باب الغالب، وإن فإن جميع أعضاء وأجزاء الخنزير محرم.